بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الضيوف الكبار والكارم، وكلكم كبار وأكارم، فشكرا لكم جزيلا على حضوركم، مشاركتكم، تفاعلكم وعطائكم وحرصكم على أن تساهموا معنا في هذه الليلة بأن نتعلم معا ونتحاور معا في موضوع النجاح في الحياة، ليكون وصفة بعدما نتعلمها ننقلها إن شاء الله لأولادنا. فإلى النجاح في الحياة. هل النجاح هو الغنى؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نسأله. الله سبحانه وتعالى يقول: يحسب أن ماله أخلده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس الذي يعيش لأجل المال، الذي يعيش لأجل الدينار والدرهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعس، يعني في فلوس وايد، في فلوس كثيرة جدا، لكن حياة تعيسة. إذا تحولت الحياة إلى مال وصار هذا هو الهدف من الحياة فهي حياة تعيسة. لا شك أن المال عصب الحياة، ولا شك أن ما في إنسان يستغني عن المال، ولا شك أن النجاح يحتاج إلى الدعم المالي، لكن فرق كبير بين من يجعل المال في يده ومن يجعل المال في قلبه، فرق كبير. فالنجاح ليس هو المال، وإن كان المال يساعد على النجاح، لكن النجاح ليس هو المال. هل النجاح هو الشهرة؟ وصول الإنسان إلى المنصب، إلى أن يتحدث عنه الناس، هل هذا هو النجاح؟ كم من مشهور تعيس، كم من مشهور يتمنى أن يسير في الأسواق بدون مجاملات وبدون ما أحد يوقفه ويسلم عليه وخلوني بحالي يا جماعة بس. كم من إنسان يعيش مثل هذه الحياة؟ كم من إنسان أمام الناس ابتسامات عريضة وكلام حلو، لكن عندما يخلو وحده مع نفسه يبكي دم. كم من إنسان مشهور في عائلة محطمة وأولاد منحرفين ومدمن مخدرات ولا غيرها، كم؟ ما هو النجاح؟ النجاح، النجاح أن ينجح الإنسان ليس في مجال واحد، وإنما أن ينجح وبتوازن في أربع مجالات، أربع جوانب. أولها هو الإنجاز مع النفس، أول هذه الجوانب الإنجاز مع النفس، وأضخم هذه المعارك هي التي يقضيها الإنسان في معركته مع نفسه. دعوني أتكلم قليلا عن هذا المعنى. نحن نعيش في حياة فيها صراع وفيها حركة وفيها سرعة، نحن نعيش أحيانا حياة معاناة، نعاني من أجل طلب الرزق، أحيانا نعاني من أجل الراحة، نعاني من أجل الترفيه، عشان نترفه لازم نتعب، عشان نروح نستأنس بالصيف لازم نتعب، وطبعا ما في راحة حقيقية إلا راحة بلا نصب ولا تعب، كالراحة التي وعدنا بها في الجنة إن شاء الله. لكن ما دمنا في هذه الحياة فنحن نعيش في حياة تعب، في حياة نصب، حتى في علاقاتنا أحيانا، حتى مع علاقاتنا مع أهلنا، حتى مع أولادنا أحيانا نعيش حياة تعب، وخاصة لما الأولاد يسوون شوية مشاكل. أقول الأمريكان عندهم كلمة لطيفة يقولون small kids small problems، big kids big problems. أولاد صغار مشاكل صغيرة، أولاد كبار مشاكل كبيرة. فمعاناة هذه اللي نعانيها، لكن ما في معركة أعظم من معركة الإنسان مع نفسه. أعظم معركة هي المعركة الداخلية. لو استطعت أن تنتصر على ذاتك وتعرف حقيقة نفسك، عندها تكون خطوت الخطوة الرئيسية في طريق النجاح. نحن نحتاج أن نغير، نحتاج التغيير. الدنيا
تدور والدنيا تتغير، العالم من حولنا ليس بثابت، لكن التغيير الحقيقي هو الذي ينبع من داخل الإنسان. مهما حاولنا أن نغير هذا الإنسان، مهما حاولت أن أغير ابني، أن أغير بنتي، أغير زوجتي، أن أغير أهلي، أن أغير موظفيني، ما أستطيع أبدا. لا تتخيلوا أن يستطيع ذلك. لن يحدث التغيير إلا إذا نبع من داخل الذات، من داخل الإنسان. وهذا معنى عميق دعونا نفصل فيه قليلا. متى يحدث التغيير؟ متى يحدث هذا التغيير؟ بعض الناس ما يتغيروا إلا إذا أصابتهم مصيبة، لا سمح الله يصير لهم حادث، أو واحد عزيز يموت لا سمح الله بحادث، ولا يقتل، ولا سيارة، ولا شيء، صدمة أو صدمة عاطفية تصيب الإنسان، ينتظروا شيء يحدث. بعض الناس يتغيروا عندما يحدث منعطف في حياتهم، لما يتزوج، لما يجي الأولاد، لما يتخرج من الجامعة. في ناس حاطين عمر معين، حدث معين، سبب معين للتغيير، لكن أعظم التغيير هو التغيير المقصود، مو التغيير اللي ينفرض علينا بسبب شيء يحدث، وإنما تغيير مقصود واعي نابع من تأمل الإنسان في نفسه، بإرادته يتغير، ما ينتظر شيء يحدث ليتغير. تغيير مقصود واعي نابع من التأمل والإدارة والإرادة، من الشعور بالمسؤولية، عندها يتغير الإنسان. وعندما يحدث هذا النوع من التغيير تحدث قفزات في حياة الإنسان، وليس تغيير بسيط أو تغيير مؤقت، وإنما تغيير عميق، تغيير جذري، تغيير أصيل، تغيير ثابت، لأنه نابع عن قناعة وإرادة وتأمل، وليس عن حدث يحدث للإنسان. الإنسان عندما يريد الإنسان أن يتغير، ليتذكر أن القدرات التي عنده جبارة، جبارة قدرات الإنسان. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. جبال تزور إذا الإنسان قصد، خطط، رتب، فله من القدرات ما يجعله يستطيع بها أن يزيل الجبال. فما بالكم بتغيير نفسه وعمل إنجازات محدودة. فالتغيير الجبار يحدث من داخل الإنسان. من نحن؟ أنا كتبت لكم هنا: نحن لسنا مشاعرنا، وأيضا نحن لسنا أفكارنا. كثير من الناس لما يقول يصف نفسه بمجموعة أفكار يتبناها، أو يصف نفسه بمجموعة مشاعر يشعر بها. نحن لسنا مشاعرنا، أنت لست مشاعرك، أنت لست أفكارك. لأننا نستطيع أن نفكر في مشاعرنا، نستطيع أن نفكر في أفكارنا، ونستطيع أن نبدلها كما نشاء. إذن نحن نختلف عن مشاعرنا، نحن نختلف عن أفكارنا. من نحن إذن؟ إذا لم نكن نحن مشاعرنا وما ولسنا أيضا بأفكارنا، فمن نحن؟ عندما يفكر الإنسان بهذا السؤال العميق، عندما يفكر ويعي ذاته، عندما يفكر في نفسه، عندما يفهم هذا، يفهم أن له القدرة أن يغير الأفكار ويغير المشاعر ويغير السلوك ويغير
العلاقات ويغير الأهداف. نحن نستطيع أن نتحكم في هذه الأمور. كثير من الناس لا يفهم هذا، ولذلك يحدث الفشل. كثير من الناس ما يفكر في مشاعره أو سلوكه أو علاقاته أو أفكاره أو أهدافه، ما يفكر أصلاً بهذه المسائل، فهو يتخيل أنها مفروضة عليه فرضاً. أذكر شفت مرة واحد ولا رجله مكسورة، فأقول له أبو فلان سلامات، قال يا أخي والله عصبت وشت الطوفة. هو اللي عصبه وهو اللي قرر يشوت الطوفة. يركل الحائط بالعربي. من أين تأتينا هذه المشاعر؟ من أين يأتينا تشكيل هذه الأمور؟ من أين يأتينا تشكيل المشاعر والسلوك والعلاقات؟ على أي أساس نبنيها؟ لماذا أختار بعض الناس وأرفض بعض الناس؟ لماذا أحب بعض الأشياء وأرفض بعض الأشياء؟ لماذا أفكر بطريقة معينة؟ لماذا أنا مسلم أو نصراني أو يهودي؟ لماذا؟ من أين جاءتنا هذه الأمور؟ نبدأ نفكر في أصل الأمور، في أصل الأمور. أصلها لما كنا صغار، لما كنا في بداية الحياة. حتى أن بعض الناس يقولون قبل بداية الحياة، يقولون حتى هو الإنسان جنين. كل مولود يولد على الفطرة، كل إنسان يولد سليم، سليم من أي انحراف عقلي أو عقائدي أو سلوكي، سليم. يولد الإنسان سليم إلا الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بتخلف أو غيره، لكن نحن نتكلم عن الإنسان السوي. يولد سليم الإنسان، مولود على الفطرة في كل شيء. لو لم تحدث التأثيرات السلبية عليه لنشأ هذا الإنسان في منتهى الاستقامة في سلوكه، في مشاعره، في عواطفه، في أحاسيسه، في أفكاره، لنشأ مستقيما. لكن ما الذي حدث له في خلال حياته؟ فكر معي، فكر معي. نحن نتصرف بطريقة معينة لأن أحسسنا بمشاعر معينة. صاحبنا اللي كسر رجله لأن ركل الحائط كان غضبان، سلوك نتج عن شعور. لماذا هو غضبان؟ لأن في شيء حدث جعله يفكر بطريقة معينة. فكر بأن إنسان أهانه، فكر بأنه في شيء خرج عن طاقته وإرادته، فكر بطريقة معينة نتج عن هذا التفكير هذا الشعور. من أين جاء هذا التفكير؟ لماذا هو يفكر بطريقة معينة وفي واحد ثاني بنفس الحدث نفس الموقف يفكر بطريقة مختلفة وبالتالي يتصرف بطريقة مختلفة؟ لماذا؟ كلها ترجع إلى أصل البيئة، أصل الاحتكاك. فكروا معي أصلها. أول 6 سنوات في حياة الإنسان، أول 6 سنوات هي التي تشكل أصل التفكير، أصل العقيدة، أصل القيم، أصل المبادئ، أصل المشاعر، أصل السلوك. يخطئ الكثيرون عندما يظنون أن أول 6 سنوات هي لعب. مصيبة كبيرة تحدث في نظام التعليم والتربية عندنا عندما نتخيل أن هذه المرحلة مرحلة لعب. قبل يومين احنا في البيت صار عندنا حادث صغير. واحدة من بنات الطيرة رفضت أن تشارك أخوها اللي أصغر منها بلعبة معينة وأصرت على عدم المشاركة. فالإخوان الكبار بدوا يعرفون، فواحدة تقول ما شاركت لأنها ما تعلمت المشاركة في الروضة. كلمة لطيفة، ما علموها معنى التعاون، معنى المشاركة في الروضة، فتأصل عندها هذا الأمر. طبعا يزيد على هذا البيت
لما هذه لعبتك وهذه لعبتك، لا ما لكم شغل ببعض، كل واحد مسؤول عن، قاعدين نأصل معاني معينة. فكروا معي، قاعدين نأصل معاني معينة في نفس الإنسان. هذه المعاني تكبر مع الإنسان. كيف ممكن أن نغيرها؟ إذا كنت أنا تربيت على معاني معينة، هل هذه المعاني، هل هذه الأصول، هل هذه القيم اللي أنا تنشأت عليها؟ وعلى فكرة في أشياء أهم من قضية مشاركة ولا غيرها، قضية أخلاق، كيف يتعامل الإنسان، معنى الكذب أو السرقة أو أمثال ذلك. اللي نشأ في بيت متعود على مثل هذه الأمور تصبح طبيعية عنده هذه المسائل. كذلك العقائد والأديان أيضا تتشكل من البيت، من أصل البيت. ليش احنا مسلمين واللي في أمريكا نصارى؟ لأن نشأوا بهذه الطريقة ويصبح تغييرها صعب جدا. أصلنا واحد لكن بيئتنا واحتكاكاتنا مختلفة. هل هذه الأمور قابلة للتغيير؟ هذا هو السؤال الرئيسي، هذا هو السؤال الحاسم. هل هي قابلة للتغيير؟ وبما نبدأ؟